نعطي درس عن موضوع احنا رصدناه في اخطاء كثيرة يمارسها الاخوان بالفروسية، وهو عملية قيادة الخيل ودورانها. شلون نداور الخيل بالطريقة الصحيحة؟ راح نشوف الان شلون. يلا تفضل، هذه الطريقة لان نمشي الحصان ونقوده وبعدين ندوره بشكل قوس. هذا القوس يعطينا امان. شوف شوف، بارك الله فيك. هذا الدوران الصحيح عندما نسأل انه يدور الحصان يسوي تيرمين. والطريقة اللي رصدناها هي الطريقة الخاطئة. لاحظ، راح اخذ زاوية حادة، باوع، هذه خطأ، هذا خطأ قاتل. ليش خطأ قاتل؟ لأنه يأثر على مفصل الكتف اللي هو عبارة عن مفصل غير حقيقي يربط لوح الكتف بجدار الصدر بدون التقاء عظمي. شو وقت ان حق نسوي هذا الحركة؟ انت دور وياي. هاي الحركة نسويها عندما نريد نفحص العرج في منطقة الكتف او بضغط الوزن على اليد حتى يبين لنا الالم. فنفره بهذا الشكل، فره حول نفسه، راح يصير ضغط على هذا الكتف. او نفره بهذه الطريقة الاخرى اللي ايضا على الكتف الايسر. شوف يصير ضغط، هذه يصير ضغط عليه حتى يسوي لنا ويوضح لنا ذاك الم هنا بالكتف او بالايد. هذا للفحص مجاز، لكن في الطريقة الصحيحة كما سواها هذا الرجل الفارس البطل انه يدور على شكل قوس حتى تكون الخيل في امان وما تتعرض الى اصابة. شكرا.